ايه اللي بيحصل في جسمنا واحنا بنحلم؟ اللي بيحصل في جسمنا واحنا بنحلم ده بقى يعني اولا احنا عندنا في المخ في فصين، الفص الايمن والفص الايسر. الفص الايسر ده الفص اللي مسؤول عن الحسابات والمنطق والواقع والمعادلات، واحد زائد واحد يساوي اتنين، والقرارات وهفكر ازاي وكده. الفص الايمن هو المسؤول عن الابداع والحس الفني والاحساس بالموسيقى وبالجمال وبالابداع فاللي بيحلم هو الفص الايمن، هو المسؤول اكتر عن الاحلام. الفص الايمن اثناء الحلم بيشتغل بتلتين القدره بتاعته، يعني كاننا صاحيين بس بدرجه التلتين، بيشتغل بقدره يعني كبيره جدا عن ان الواحد نايم اللي يتوقع نايم فما فيش شغل، لا ده بيشتغل بتلتين قدراته اثناء الاحلام. جسمنا ومخنا بيستهلك اثناء فتره الحلم جلوكوز. الجلوكوز دي الماده اللي احنا عايشين عليها، كل الحاجات اللي بناكلها ونشربها بتحول في الاخر لجلوكوز، جسمنا بيعيش على الطاقه بتاعته. فجسمنا اثناء الحلم بيستهلك جلوكوز بنفس المعدل اللي بيستهلكه احنا صاحيين. اثناء ما احنا بنحلم جسمنا بيعمل نفس كميه واستخدام الجلوكوز. حاجه يعني كمان اكثر اثاره للدهشه، ان واحنا بنحلم وزننا بيقل علشان بنستهلك طاقه كتير. فحط يعني وزنوا الناس قبل الاحلام، مش واحنا نايمين، ده فتره الحلم وزننا بيقل عن باقي يعني وزننا في الاول. فجسمنا طبعا بيستجيب استجابات كتير جدا اثناء الاحلام.